قناة My Lovely Toys. اليوم أنا ونورة حنورجيكم مشترياتنا المدرسية. أول شي معنا مجموعة أقلام الرصاص هاي، مثل ما شايفين على شكل مثلث، كمان أقلام تجي على شكل مثلث عشان مسكتها تكون أسهل. هي أقلام رصاص عادية مثل ما شايفين، بس بألوان مختلفة. في منه أسود وكحلي وزهري وأحمر وبرتقالي، كمان في أخضر. مثل ما شايفين شلون شكله مثلث الألوان، عشان نحن وعم نكتب نرتاح فيه. كتير حلوين هدول الأقلام، أنا كتير حبيتهم. شو رأيك نورا فيهم؟ كتير حلوين كتير. طيب أي أريح للكتابة، هاد ولا القلم المدور؟ هاد. أنا هيك كان بلاقي هاد مريح أكتر، عشان هيك حبيناه هون ولقينا هي المجموعة كاملة، مش هيك جبناه هون. تاني شي معنا أقلام ملونة. نورا لأنه كتير بتحب الأقلام الملونة، عملنا تحدي كمان أنا ونورا فيديو سابق، إذا بتحبوا تشوفوه حاحط لكم رابطه بصندوق الوصف. أقلام ملونة عادية، مثل ما شايفين أقلام ملونة. في عنا 10 ألوان. أي أكتر لون مفضل عندك نورة؟ أي قلم أكتر شي بتحبي تكتبي فيه؟ اللون الزهري الغامق والبنفسجي الفاتح. بنفسجي، أنا بحب بنفسجي الغامق كتير بحبه. هلأ معنا هي أقلام أزرق، يعني خط عادي، أقلام لونها أزرق للكتابة. انتم شايفين جبنا مجموعة عشان يكفوا معنا فترة طويلة. هلا معنا كمان هون علبتين صمغ شفاف، ممكن للأشغال اليدوية، ممكن كمان نصنع فيه سلايم. كمان معنا مجموعة الألوان هاي، فيها 24 لون من بيك. مثل ما قلنا 24 لون، طلعنا نجيبكم ياهم. فيها كتير ألوان حبيتهم كتير، إنه المجموعة بتتضمن على 24 لون. نورا كتير بتحب التلوين، بتحب تنوع بالألوان، مظبوط نورا؟ أكيد. مثل ما شايفين فيها كتير ألوان مختلفة، يعني حتى الأخضر في 3 درجات، الأزرق كمان في أكتر من درجة، في لون حتى رمادي. شوفي نورا اللون الرمادي حلو. في ألوان غريبة حلوة هاي المجموعة، حبيتها كتير. حتى في لون أبيض، مع أنه بحس الأبيض يعني ما كتير له طعمة، بس يعني حلو كتير. حبيتها كمان هاي المجموعة. شو رأيك أنتي نورا؟ كتير كتير حبيتها. كتير كتير منوعة، فيها كتير كتير ألوان، 24 لون مثل ما قلنا. هلا محايات نحنا ما اشترينا لانه زايد عنا كتير محايات، مثل ما بتعرفوا اذا شفتوا الفيديو الماضي كنا كتير شارين مجموعة محايات كبيرة، عشان هيك زاد عنا كتير محايات فما اشترينا محايات. كمان معنا كولكتر عشان نورا، له غطا صغير كمان حلو مشان ما ينشاف، حاطين له غطا صغير. طبعا هاد اول استخدام بس، بعدين من ايمه بنرميه، او اذا حبينا نحطه في الصويمه مشكله. هلا معنا هون بيكار جاي كمان معه مقلمه صغيره بلاستيك نحفظه فيه. كتير حبيته لانه اول شي لونه زهري وابيض، الواني المفضله انا ونورا، مزبوط. اول ما اشوف شي زهري دغري بنشتري. كمان جاي معه بواز، وهو من المعدن كمان، يعني انتم شايفين قلم من المعدن وقلم بواز،
كتير كتير حلو من جد. مثل ما قلنا معه كمان علبة البواز، كمان حلوة المقلمة اللي جاي معه حافظة تبعه. عن جد كتير حلو الأبيض والزهي، كتير كتير طعمي حلو. حتى العلبة تبعه تصميمها حلو. كمان معنا هون صمغ للورق لأشغال يدوية. كمان بيلزم كتير. كمان معنا مجموعة أقلام للرصاص، هاي مجموعة عادية مو مثلثة، بس حبيناها كمان لأنه لونها أسود غريبة شوي، مشان هيك جبنا هاي المجموعة. كمان كتير حلوة، نجيكم ياهو لونهم رمادي. شو رأيك نورة، حبيتي هدول ولا الملونين؟ الملونين أكيد أكيد، هدول ألوانهم أحلى، أشكالهم أحلى، ومسكته مثل ما قلنا مريحة أكتر. بس يعني هدول كمان مجموعة إضافية، مثل ما بتعرفوا الأقلام الرصاص بتلزم كتير. هلأ معنا المقلمة، كتير كتير حبيتها، نورة كمان كتير حبتها. مثل ما شايفين مرسوم عليها كراز، ومزينة كمان بشريط دانتيل من هون، تنفتح من هون، ممكن نحط هون أقلام. هي لو مستعجلين شوي يعني قلم كتير نستخدمه ونحطه هون ممكن، والباقي الأقلام والألوان نحطهم هون في قلب السفنجة. شو رأيك بالمقلمة نورة؟ كتير 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 حبيتها. تتهني فيها، حلوة، وأنا كمان كتير حبيتها. وهذا الشريط الأسود اللي هون مزينة فيه كتير كتير عطية موديل حلو، كمان من هون الحواف تبعها من الجلد، عن جد كتير كتير أنا حبيتها. هلأ في معنا هون مشبك على شكل ايموجي، كتير حبيناه هون، ممكن نعلق عليه ملاحظاتنا. نشوف مين بيفتح. كمان جاي معهم حبلة، نعلق الحبلة عنا بالغرفة، والمشابك نعلق فيهم من الأغراض. انتم شايفين هاي الحبلة جاي معهم معلقة، مسكي شوي نورا، نحط المشبك هون ونعلق عليه ملاحظاتنا بهاي الطريقة. انتم شايفين الموجيات مختلفة، في عنا أكتر من شكل، هاد ايموجي عم يبكي، وهذا عم يضحك، وهذا دايخ كأنه ممكن، هذا عم يبكي كتير، هذا زعلان. شو رأيك نور، أي أكتر واحد حبيتي؟ بصراحة كتير حبيته أساسا، أنه شكله هيك مشبك، شكله مثل المشابك الحقيقية. حلو. أي أكتر صورة حبيتيها؟ أكتر صورة حبيتها هي اللي هيك عمل هيك سنانه ها عم يضحك، الموجي اللي عم يضحك، هاد نورة حبته. أنا أكتر شي حبيت هذا، ما بعرف ليش حسيته كيوت، كتير حسيته هيك كيوت طالع حلو. كتير كمان عجبوني هدول المشابك، حتى ممكن نستفيد منهم للباربي، يمكن يعني حجمهم صغير شوي مقارنة بالمشبك العادي. انتم شايفين حجمه ممكن يكون للباربي، كمان كتير حلوين، خاصة انه جاي معه حبلة، ممكن نعمل باربي عم تنشر الغسيل عندها ملاقط مشابك يعني وحبل الغسيل، كمان كتير حلوين. مزبوط نورا؟ كتير كتير حلوين. هلأ معنا استيكرات للباربي اشكال مختلفة، انتم شايفين كل مجموعة مختلفة عن الثانية، هاي فيها جليتر شوي. الصور كلهم كتير كتير حلوين،
انا حبيت اكتر شي هاي الصورة. نورا انت كتير شي عجبك؟ اكتر شي عجبني هاي تبع العربي، حلوة فخمة. واخر شي معنا اليوم دفاتر تلوين، مثل ما شايفين لولو كاتي 3 قطاب كل لون، كتير كتير حلو والوانه كتير كتير بناتشة وحلوة. في معنا كمان دفتر رسم تاني عليه سيارة، هاد جبناه لمحمد لأنه بحب السيارات كتير، طبعا أخذها على السيارة. دفتر رسم عادي صفحاته بيضة ما في شي، كمان هذا نفس الشي. عن جد كتير بحبهم أنا قطات تبعت لولو كاتي، أكتر شي بحب اللي لونه زهري. شو رأيك نورا؟ أنا بحب يلي لونه أزرق. أنا بحب الزهرية كتير حلوة. كمان في هون رسمين عربي مثل ما قلنا، دفتر رسم عادي أبيض ما في شي، بس حجمه كبير كمان وحلو. هاي كانت مجموعة مشترياتنا المدرسية لليوم، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوا تعملونا لايك للفيديو، تشاركوه مع اصدقائكم، تشتركوا معنا بالقناة لو اول مرة بتشوفونا، والسلام عليكم.